ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، حاله من حيث إيجاده كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من؟ خلقه من تراب. من؟ آدم، لأن عيسى لم يخلق من تراب، خلقه من تراب يعني آدم. فحال عيسى هنا تشبيه الغريب بالأغرب، بمعنى آدم عليه السلام لم يخلق لا من ذكر ولا من أنثى، وهذا هو ما يكون من شدة الغرابة، بينما عيسى خلق من أنثى. فلو كان كما زعمتم من أنه ابن لله وأنه هو الله لكان آدم على ما قلتموه يكون أولى، ولكن آدم وعيسى مخلوقان، خلقهما الله عز وجل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الله عز وجل لعيسى كن فكان، ولذا قوله هنا ثم قال له كن فيكون توضيح للآيات السابقة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، بكلمة منه وهي كلمة كن. ثم هنا ذكر آدم وذكر عيسى، لأن الخلق على أربعة أصناف: صنف خلق لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم، وصنف خلق من أنثى وهو عيسى، وصنف خلق من ذكر دون أنثى وهي حواء، وسميت بهذا الاسم لأنها خلقت من حي، والصنف الرابع خلق من ذكر وأنثى وهم ما سوى هؤلاء من البشر.